أحرق متظاهرون غاضبون اعتصموا أمام البيت الأمريكي في رام الله، أحرقوا صور السفير الأمريكي في إسرائيل ديفيد فريدمان، وذلك احتجاجا على المواقف الأمريكية الداعمة للاحتلال. إلى التفاصيل. الرسالة هي مناوءة للموقف الأمريكي الأخير الذي تجلى في منع إصدار قرار في مجلس الأمن لإدانة المجزرة الدموية في قطاع غزة. الولايات المتحدة تتعمق باتجاه الشراكة الكاملة مع الاحتلال في معاداة حقوق شعبنا الفلسطيني. هذه المؤسسات الأمريكية التي تدعم الاحتلال غير مرغوب بتواجدها في أرضنا الفلسطينية ويجب أن ترحل، والولايات المتحدة يجب أن تعيد النظر في كل مواقفها الداعمة للاحتلال إذا ما أرادت أن تكون طرفا في أي تسوية مستقبلية. كان يعبر عن إرادتنا وتصميمنا على أننا نحن سنتابع مسيرتنا حتى نرى أمانينا المنشودة قد تحقق بإذن الله التحرير والاستقلال. رسالتنا للعالم لا نستطيع أن نتابع مسيرتنا والعالم يتفرج علينا. هنالك مجازر ترتكب ضد أبناء شعبنا الفلسطيني، وفي آخر الأيام المجزرة اللي ارتكبت في غزة والجميع صامت. فنحن نقول للعالم إن لم نجد حلا سريعا لقضية الفلسطينية فهنالك عواقب وخيمة على الجميع. فريدمان صهيوني، فريدمان مستوطن، وفريدمان ابن كلب. هذه المواقف الأمريكية هي شراكة في العدوان مع الاحتلال. وللحديث أكثر حول آخر المستجدات السياسية على الساحة الفلسطينية معنا اليوم الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ عمر عساف. أهلا بك أستاذ عمر. أهلا بك. نبدأ في يعني آخر المستجدات السياسية. يوم أمس كان مؤتمر لناصر القدوة، تحدث عن مطالبات فلسطينية بأن تتبنى القمة العربية المرتقبة في 11 الشهر الجاري بموقف تبني موقف واضح إزاء القدس. كيف تقرأ ذلك؟ يعني إذا كانت الأمور تقرأ من عناوينها فإنما يجري في الإقليم أو في المنطقة أو بوادر المواقف العربية تشي بما يمكن أن تكون عليه القمة. يعني بعد أن قتل الإسرائيليون الأسبوع الماضي في ذكرى يوم الأرض حوالي يعني 17 فلسطينيا وجرحوا 1500 فلسطيني، المواقف العربية لم تكن بمستوى التحديات. وهنا أتحدث وللأسف وبمرارة أتحدث عن الموقف الرسمي المعروف، ولكن أيضا عن رد الفعل الشعبي. رد الفعل الرسمي اقتصر على اجتماع الجامعة العربية كمندوبين دائمين، وهذا الموقف أنا أعتقد لم يسمن ولم يغني من جوع. وبالمقابل وبعد العدوان على قطاع غزة وعلى أهلنا في ذكرى يوم الأرض كانت تصريحات الأمير السعودي محمد بن سلمان ولي العهد السعودي عن إسرائيل وحقها في الوجود وما سبق ذلك من تطبيع. إذن ما الذي يمكن أن نتوقعه؟ أنا يعني أقدر عاليا تمنيات الأخ ناصر القدوي، ولكن أظن أنه يصرخ في واد، لأن الدول العربية وتحديدا الدول الخليجية الممسكة بالقرار العربي وبالجامعة العربية في هذه المرحلة لديها خطوات سرية وعلنية باتجاه التطبيع مع إسرائيل وباتجاه حرف البوصلة باتجاه العداء لإيران على حساب الحقوق الوطنية الفلسطينية. هل لازال هناك من أهمية بالأساس لعقد قمة عربية؟ في رأيي لا، في ظل المعطيات الحالية وفي غياب التأثير لدول فاعلة في الإقليم، وأتحدث هنا عن العراق وعن سوريا، يعني غياب تأثيرها في ظل الموقف السعودي وارتهان للأسف الموقف المصري إلى حد ما بالإرادة السعودية، أنا أعتقد أن عقد القمة العربية لا يسمن ولا يغني من جوع. ومرة أخرى أخشى ما أخشى هو أن يكون ذلك يجيء في إطار التحضيرات لصفقة القرن، لأن الحديث اليوم يتم عن مكياج لصفقة القرن بعد أن جرى تأجيل إعلانها
مع أنها تطبق على الأرض. اليوم نحكي عن ملفات رئيسية مثل القدس، مثل اللاجئين. القدس يقال أن كل أعضاء الكونغرس سيأتون لحضور تدشين السفارة الأمريكية في القدس. إذن نحن نتحدث عن خطوات عملية، نتحدث عن قطع أمريكا لتمويلها للأونروا، وبالتالي هي خطوات على الأرض داعمة خطوات، ولكن مع ذلك يقال أننا سنجمل هذه الصفقة لتكون سما مخففا للفلسطينيين، بدل أن تقتلهم في يوم تقتلهم في فترة محددة. اليوم بتشعر أنه القضية الفلسطينية لم تعد على سلم أولويات العالم العربي؟ إحنا اليوم عم نشوف مثل ما تحدثت هناك صراعات أخرى في المنطقة العربية، سوريا، العراق، اليمن، وبالتالي القضية الفلسطينية لم تعد ذات أولوية بالنسبة للسياسة العربية. يعني هي شوف، إذا جاز لنا أن نعود للماضي أيضا ونربط الماضي بالحاضر، أعتقد أن النظام الرسمي العربي كان متآمرا على القضية الفلسطينية قبل 70 عاما. اليوم الخامس من نيسان، طلعت قبل أيام على وثيقة بقلم أو بيد بخط الشهيد عبد القادر الحسيني في 9 نيسان، يخاطب فيها الجامعة العربية، يقول لهم أنكم تتحملون مسؤولية التضحية بنجاحاتنا وانتصارات الجيش والقوات الفلسطينية، أنكم لا تزودوننا بالسلاح كي نواجه عصابات العصابات الصهيونية. هذا قبل 70 عاما. أنا في رأيي اليوم يتكرر المشهد. أمس السعودية مستعدة أن تدفع لتمويل القوات الأمريكية الغازية في سوريا، مستعد حين. وللأسف أستاذ عمر، في كمان لسه بعض المواقف الفلسطينية اللي كانت مؤيدة للاحتلال التركي في للأسف أنا كتبت عن ذلك. نعم، ولكن يعني دعني أركز في هذه المسألة. السعودية تريد أن تدفع لتمويل القوات الأمريكية الذي يريد ترامب سحبها من سوريا. تقول لهم ابقوا ونحن ندفع نمولكم. أي خيانة هذه؟ أي تآمر هذا؟ وللأسف مرة أخرى المواقف التي أشادت بأن تركيا باحتلال تركيا لأراضي عربية سورية في عفرين، وللأسف كان غير موفق الأخ خالد مشعل حين نسب التصريح له بهذا الشأن. نعم، نرجو أن تبقى معنا أستاذ عمر. لم تترجم الدعوة التي وجهتها القوى الوطنية والإسلامية في محافظة رام الله والبيرة ضد تصعيد أو في تصعيد للاحتلال عند نقاط الاحتكاك، لم تترجم هذه الدعوات بشكل كبير على أرض الواقع. إلى التفاصيل. أنا أعتقد أنه يجب أن يكون هناك انخراط أوسع وأعلى من كافة قطاعات شعبنا الفلسطيني في هذا الفعل الشعبي. اليوم هذه المسيرة ضمن برنامج وطني يفترض أن تصل رسالتها إلى الاحتلال على نقاط الاحتكاك والتماس بأن الشعب الفلسطيني شعب حي لن يترك غزة وحدها، وهي جزء أصيل من شعبنا الفلسطيني. اليوم نقف إجلالا لأرواح شهداء شعبنا في قطاع غزة وشهداء شعبنا على مدار عقود هذا الصراع المفتوح مع الاحتلال، والرسالة هي استمرار التصعيد والمقاومة بكل أشكالها رفضا للاحتلال حتى يزال بكل أشكاله. رسالتنا اليوم هي تأكيد على استمرار فعالياتنا الاحتجاجية ضد الاحتلال الإسرائيلي، ضد الموقف الأمريكي الأخير اللي كان بمثابة ضوء أخضر من أجل يعني مزيد من القتل الذي يمارسه الاحتلال الإسرائيلي ضد أبناء الشعب الفلسطيني، اللي كان آخرها المجزرة التي ارتكبت بحق أبناء شعبنا في قطاع غزة. تأكيد على استمرار فعالياتنا الاحتجاجية ضد الاحتلال الإسرائيلي حتى يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته تجاه الشعب الفلسطيني من أجل نيل الحرية والاستقلال، وتأكيد على أن الشعب الفلسطيني مستمر في هذه الفعاليات. بركان الشعب ماكل، بركان الشعب ماكل. اهلا بكم من جديد استاذ عمر. اليوم عم بنشوف دعوات من قبل الفصائل الوطنيه في فعاليات في اعتصامات، لكن ليس هناك حشدا كافيا على ارض الواقع، لماذا برايك؟ يعني في رايي ان هناك فجوه، يعني تم الحديث بها كثيرا، هناك فجوه بين النظام السياسي الفلسطيني والشارع الفلسطيني. جرى تخريب خلال ربع قرن عبر منذ توقيع أوسلو حتى اليوم، يتم إفساد البشر، يتم خصاء الفعل الفلسطيني يعني الشعبي في مواجهة الاحتلال، يتم تعميق الفجوة
بين النظام السياسي الفلسطيني واستعدادات الشارع الفلسطيني. أنا في رأيي أن هناك تحديات تواجه القضية الفلسطينية وهناك استعدادات عليا لدى الشارع الفلسطيني. يكفي أن نرى ما وقع في القدس قبل بضعة أشهر، صحيح، وما حصل في غزة الأسبوع الماضي. الجماهير لديها الاستعداد، ولكن أنا في ظني أن القيادة الفلسطينية ليست بمستوى لا التحديات التي تواجه الشارع الفلسطيني والقضية الفلسطينية، الترامب ونتنياهو وصفقة القرن والتعامل العربي، ليست بمستوى هذا التحدي من جهة، وليست بمستوى الاستعدادات النضالية للشارع الفلسطيني. هذه القيادة وصلت إلى طريق أنا في رأيي أنها أفلست في قيادتها للشارع الفلسطيني. اليوم برأيك هاي التحركات الفلسطينية الميدانية إن كان في قطاع غزة أو حتى في الضفة الغربية، هل يمكن أن تأتي بأي نتائج دون أي قيادة توجهها أو استراتيجية؟ هي ينبغي أن هي الفعاليات النضال المقاومة للاحتلال ترفع لها القبعة، لأن الشارع مستعد وما وقع في غزة يعكس بطولة، صحيح، عالية الأسبوع الماضي. الإشكالية هي غياب الرأس القيادي، وهنا يأتي الخطر. أنا في رأيي مرة أخرى أن النظام السياسي الفلسطيني من أجل أن يرتقي إلى مستوى التحديات وإلى مستوى استعداد الشارع عليه أن يقوم بخطوتين. الأولى أن يعمل على وحدة الصف الفلسطيني، لا أن يمهد لعقد مؤتمر فلسطيني أواخر الشهر قد يعمق الانقسام ويقود إلى الانفصال. عليه أن يشارك الجميع في التحضيرات، أن تكون هناك لجنة تحضيرية كما اتفق في بيروت هي التي تحضر المجلس الوطني الفلسطيني بمشاركة كل الفصائل، هذا أولا. وثانيا على القيادة أن تضرب نموذجا في الميدانية في العطاء. ينبغي أن يكون القادة وأبناؤهم وأقاربهم وأعضاء الأحزاب وأنصارهم أن يكونوا في الشارع في مواجهة الاحتلال وفي المناسبات الوطنية كما يكونوا حين يكون إحياء لذكرى انتفاضة لهذا الفصيل. صحيح. نعم أستاذ عمر، أيضا هناك يعني في الحديث عن موضوع توحيد الصف الداخلي الفلسطيني يبدو أن المصالحة توقفت، أيضا الحديث عن انعقاد للمجلس الوطني الفلسطيني في نهاية شهر نيسان يبدو أنها مستمرة هذه الدعوة. برأيك اليوم إحنا كفلسطينيين نتجه أكثر نحو يعني الانفصال وتعميق الانقسام؟ أنا في رأيي إذا أصر الفريق الرئيس أبو مازن وأصر أبو مازن كشخص على أن يواصل تحضيراته لعقد المجلس الوطني أواخر الشهر الحالي دون أن يتيح المجال لكل القوى للمشاركة في التحضيرات، لا أن يعزموا كضيوف، المشاركة في التحضيرات كما اتفق في بيروت، وعلى أساس أن هناك لجنة تحضيرية واحدة يرأسها رئيس المجلس الوطني وبمشاركة كل الفصائل بما فيها حماس والجهاد والقوى الأخرى خارج الصاعقة والقيادة العامة كلهم ينبغي أن يكونوا في هذه اللجنة التحضيرية، لا أن يتم الالتفاف على اللجنة التحضيرية من خلال تكليف الأخ عزام الأحمد بعقد لقاءات تسمى لجنة تحضيرية. هذه ليست لجنة تحضيرية، هذه التفاف على اللجنة التحضيرية دون أن تعمل اللجنة التحضيرية كما كان يعمل تعمل المجالس الوطنية السابقة كلها، دون أن تعمل بأن تتيح المجال لمناقشة تقييم سياسي لماذا وصلنا إلى ما نحن عليه، كيف نواجه سياسة ترامب، كيف نواجه نتنياهو وسياساته، تجديد الدماء، تجديد الدماء في الحالة الفلسطينية، دون أن تقوم بذلك اللجنة التحضيرية وكافة القوى، فإن المجلس يتحول إلى إجراءات إدارية لاستبدال فلان بفلان، وكي يكون قبضة الرئيس وفريق الرئيس على المنظمة وعلى اللجنة التنفيذية بشكل أكثر فردية وأكثر ديكتاتورية، وبما يعني أن هناك انفصالا يتعمق في الحالة الفلسطينية. يعني حتى الحديث عن أنه يتم عقد المجلس الوطني في رام الله ليس بالقرار الصائب، هناك أطراف فلسطينية من الصعوبة أن توصل إلى رام الله. بالتأكيد. أنا في رأيي يعني المكان مهم، لأن هناك شيء اسمه جغرافيا سياسية، وأدرك أن بعض الدول قد تقبل، ولكن هناك دول محترمة، دول تؤيد القضية الفلسطينية يمكن أن تقبل عقد المجلس الوطني فيها. وأتحدث هنا عن لبنان، أتحدث عن الجزائر، أتحدث عن الجامعة العربية، هناك مواقع يمكن أن يقعد المجلس الوطني فيها. وبالتالي الإصرار على عقده في رام الله كما كان وبالشكل
الذي يتم التحضير فيه، أنا أعتقد أن هذا النهج يريد أن يدفش الآخرين، لا يريد أن يجذب الآخرين. نعم. وبالتالي أنا أعتقد أنها خطوة تعمق الانقسام ولا تقود إلى مواجهة ترامب ونتنياهو. سؤال أخير أستاذ عمار، فيما يتعلق بالتصعيد الإسرائيلي تجاه غزة، هل تتوقع أن ترتفع وتيرة هذا التصعيد خاصة يوم غد الجمعة؟ يعني أنا أعتقد أن إسرائيل كما قال المحللون حتى الإسرائيليون، أن إسرائيل ربما بين قوسين انتصرت بالدم ولكنها خسرت المعركة، لأن العالم كله أخذ يدرك ويدرك أكثر فأكثر أننا نجحنا أولا في عادة قضيتنا على أجندة العالم مجلس الأمن رغم الحماية الأمريكية لإسرائيل، وثانيا أننا استطعنا أن نقول أننا ما زلنا نقاوم هذا الاحتلال وأن هذا الاحتلال لا بد زائر عن الأرض. نعم، الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ عمر عساف، شكرا لك على هذه المشاركة. شكرا لك. شكرا جزيلا.